السلام عليكم، اخباركم ايه؟ منورين دايما معايا. معلش بقالي يومين ما بطلعش معاكم في فيديوهات، كان عندي مشكله في عيني اليمين. الحمد لله يعني دعواتكم يعني كتب على خير كل شيء، لكن طبعا نادي الزمالك اخباره يعني لا تتوقف وحكاياته ايضا، ومن ثم مهم ان احنا نظهر دايما مع بعض ونتناقش ونتكلم في اللي جاش. والنهاردة عنوان الفيديو بتاعنا الزمالك إلى أين؟ وده سؤال واجب إنه يسأل بصراحة في الفترة دي، والمشاهد اللي أنت بتشوفها والمشاكل اللي بتشوفها في نادي الزمالك دلوقتي، ومين رئيس الزمالك، مين قائم بالأعمال، مين المسؤول ورا عدم أو تأخر سفر فريق كرة اليد، المديونيات الكبيرة لكل الاتحادات الجماعية اللي على الزمالك شيء كتير. ومن ثم لازم تسأل نفسك انه هو الزمالك رايح على فين؟ او الزمالك الى اين؟ هو لو انت جيت بصيت كده بالورق والقلم فانت هتروح وتقول لنفسك بكل هدوء ان الزمالك نازل قاع المحيط. طبعا بيغرق. الزمالك بلا ادنى شك في اللحظات اللي احنا بنتكلم فيها دي يغرق. بسبب الإدارة، أيا كان اسم الإدارة. على فكرة الإدارة هنا اللي هي الطريقة مش الأشخاص، بمعنى أنه أنت شايف الحالة بتاعت الإدارة. إدارة بعد ما مرتضى منصور بقوة القانون بقى بره نادي الزمالك، إدارة الزمالك بتجري وراه وبتعمل اجتماعات في بيته باعتباره مستشارهم او الرئيس الشرفي او رئيس لجنه العضويات او رغم اعلانه في فيديو على صفحته انسحابه من المشهد، ولكنه لم ينسحب قيد انمله، والانمله اللي هي الحته اللي قد كده قد العقل، ما رجعش لورا قد العقل بل متداخل. ومن اغرب الامور تداخلا وتقليلا من وجهه نظري بمجلس الاداره اللي بيقل من نفسه اساسا، يعني انه الخبر بتاع كرة اليد لما طلع على صفحة المستشار مرتضى اتقال ان احمد وامير اللي قدروا يحجزوا، وكأن مفيش حد، كأن احمد وامير هما اللي كلموا شركة الطيران وخدوا الباسبورتات بتاعت اللعيبة وراحوا حجزوا بايديهم مش الاداريين. يعني تقليل طول الوقت من كل من في نادي الزمالك لصالح احمد وامير، اللي امير نفسه احرج اداره الزمالك واحرج المستشار مرتضى ذات نفسه مش اي حد تاني، ابوه اما قال لك ما حدش قال لي اساسا ان انا مترشح لرابطه الانديه، وضاع على الزمالك مقعد من مقاعده يعني المعتمده من ساعه ما ظهر موضوع رابطه الانديه. دي اداره، عشان كده لما تيجي تقول لي ذاك راح فيقول لك نزل بيغرق الى قاع المحيط، هتقول لي والدوله تعمل واقفه ازاي وساكته ازاي؟ هقول لك انا شخصيا مؤمن لنادي الزمالك ملك الدولة وملك وزارة الشباب، لكن هم بيخافوا، وزير الشباب أو وزارة الشباب خايفة من الطريقة اللي بيتعمد ويتعامل بها المستشار مرتضى منصور. قضايا ياخدوا قرار بحل المجلس، يرفع قضية فيجي مجلس تاني فاللي بتاع إيه؟ لا تنميهم خلاص، الجميع المهن اللي مختاراهم وخلاص، احنا كوزارة نفذنا قرار المحكمة بزوال عضوية المستشار مرتضى، وهم اعلنوا انه هيفتحوا يوم 31 اكتوبر اللي باب الانتخابات، وفي شهر 12 يبقى في رئيس يا عم، واحنا مالناش دعوه عشان ما حدش يقول انتوا بتخربوا الزمالك وقضايا بتدخلوه في قضايا. اللي بيرفع قواضي من 92 لغايه النهارده اتنين ما لهمش تالت، اتضاف عليهم ممكن بعد شويه هاني شكري وعبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق، يعني من احساسهم بالظلم في الانتخابات الاخيره فرفع القواضي. ممدوح عباس لا، مرتضى منصور اولا ثم ممدوح عباس ثانيا، دول اللي بيرفعوا وضع على نادي الزمالك من 92 لغايه اللحظه دي. ما بين بقى قضايا ده يخرج وده يدخل، ده المجلس مزور المجلس مش مزور، انتخابات باطله مش باطله، اللجنه اللي مش عارف ايه تروح وتيجي، وانه ده حجز ده مش حجز، ده مش عارف مين وده ايه، وكل اللي انتوا عايزين تقولوه قولوه خلاص. فالزمالك في القواضي دي طول الوقت يعني. وفي اللحظة دي زي ما بقول لكم المستشار مرتضى بيقول انه خارج المشهد، ان كان ما خرجش بشكل كامل ومش هيخرج، و
بيتكلم على موضوع احمد وامير، واحمد وامير قلت لكم امير نفسه يعني قال لك انا مش موجود اساسا، ليه احمد، ليه امير موجود او احمد موجود، دي قصه تانيه. ففي اللحظه دي مجلس اداره الزمالك اللي لا دور له بيعلن المستشار مرتضى او المقربين منه، او تم ابلاغ وزاره الشباب، ما عنديش علم في حد هذه اللحظه تم ابلاغ وزاره الشباب ان احمد مرتضى منصور تم اختياره من قبل مجلس الاداره انه يكون قائم باعمال رئيس نادي الزمالك. وكأن الزمالك لا يوجد فيه غير عائله مرتضى منصور. احمد مرتضى عنده ابن، الله اعلم بعد شويه هيبقى يجي رخر ولا لا، لكنه كان يجب من عائله المستشار مرتضى ان هي تبعد وتقول لا، خلي حد تاني يدخل من يعني احمد يقول لا يترفع، يعني ما يبقاش المشهد وكانه توريث. ده المشهد على فكره، ده المشهد التام انه كانك تورث احمد مرتضى منصور مسؤولية رئاسة نادي الزمالك بعد مين؟ المستشار مرتضى ما تم زواله العضوية. هل ده معناه إن أحمد هيجي الست شهور دول أو الخمس شهور دول كقائم بأعمال لحين إجراء الانتخابات في شهر 12 يبقى بيظهر نفسه قصاد الأعضاء وعشان يرشح هو نفسه رئيس نادي الزمالك فيبقى برضه ما خرجش من العيلة؟ ده سؤال مهم. لكن في اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها دي حاكم نادي الزمالك هو المستشار مرتضى، ورئيس نادي الزمالك هو ابن المستشار مرتضى احمد مرتضى منصور. الله اعلم بعد شويه احفاده ممكن يبقوا ايه موجودين داخل نادي الزمالك. بيقول لك في جمعيه وهي بتنتخب، محدش يقدر يقول لك حاجه. لو انت بتقول ان هي توريث، طب وازاي دول بينتخبوه؟ مبدا. لكن انا بتكلم بقى على المشهد بتاع الزواج العضويه والاجتماع ده يقعد كده كل دول، خالد لطيف بسليمان وهدان بعلاء مقلد بعلاء ناجي بمريم نصحي باحمد طه باحمد دعبس بمين مش فاكر مين تاني، تمام، جمال عبد الحميد، وكل دول يختاروا ان هو يبقى قائد. ليه؟ بدل ما يروحوا بيت مستشار مرتضى احمد يدير الموضوع من هنا بقى من النادي يعني. فخلاص احمد بقى رئيس نادي الزمالك وعائله المستشار مرتضى منصور لن تخرج من نادي الزمالك بشكل واضح يعني. هنا بقى نيجي نكمل الموضوع بتاع اين الزمالك. الزمالك في حاله ماليه سيئه ومسيئه لتاريخه، وقلت في بدايه الفيديو بكرر تاني المسؤوليه كامله تقع لهذا المجلس، وهو احمد مرتضى جه عشان تبقى المسؤوليه فعلا وقع على مرتضى منصور شخصيا بانه هو السبب في اللي جرى في الزمالك. لم يدير النادي بشكل جيد، لم يصنع كوادر في نادي الزمالك، لم يستطع ان يسوق نادي الزمالك تسويق جيد، ومن ثم نقع في هذه الايه المشاكل، وبنرفع اسعار لعيبه وبندفع لهمش مستحقاتهم وندفع رسوم على العقود قد كده، وفي الاخر لا بندفع ولا بندفع ولا بندفع فبنتداين، فيبقى الزمالك مديون لكل الاتحادات. طب تحل مشكله الزمالك ازاي؟ اولا من وجهه نظري اول حاجه ان مجلس الاداره يستقيل. طب ما استقالش يبقى على طول هتيجي تبص على عد غنمك. يعني ايه المثل بيقول عد غنمك يا جح، واحد قايم واحد نايم. فهنا الموضوع ايه المشاكل، المواد التسويقيه اللي موجوده داخل نادي الزمالك؟ المحلات هتبيعها ازاي؟ ما هي متاجره، وفي محلات متاجره بال 20 سنه قدام، فخلاص الموارد دي وقفت. سطح النادي ممكن تبيعه او تاجره اعلانات، متباع او متاجر اعلاناته، خلاص ايه الموارد التانيه؟ الاعضاء والاشتراكات الدفع، يبقى ناقص ايه؟ اللعيبه. انك انت تبيع لاعب او اتنين او تلاته او اربعه زي ما تكون. فيجي في اللحظه دي مشهد ظهور كده ان احمد سيد زيزو بيبعت للزمالك ورق يقول لهم ان ليا مستحقات متاخره فعاوز فلوس دي خلال 15 يوم حسب القانون يعني. تمام؟ واللي انا عرفته ان الزمالك دفع امبارح او النهارده يعني الفلوس المتاخرات لاحمد سيد زيزو في حسابه. ليه؟ عشان مش عاوزينه يفسخ التعاقد، لان هو من حقه خلال 15 يوم من الابلاغ انه يتم فسخ التعاقد، ومن ثم يبقى حر طليق، يروح بقى الشباب، يروح الاهلي، يروح اللي هو عايزه. طبعا جه في نفس الوقت ده وفي نفس اللحظه قصه انه نادي الشباب السعودي
عاوز وبعت جواب رسمي بالفعل بيقول فيه انه لنادي الزمالك احنا عاوزين نتعاقد معاه، ايه رايكم؟ ممكن يتقال لا وممكن ما يتقالش. هل في اللحظه دي وانا بكلمك كده في ورق خطاب رسمي خرج من نادي الزمالك بيقول انه قرات احنا لن نبيع اخونا احمد سيد زيزو وراح لنادي الشباب؟ لا. لكن في بوست اتكتب على الصفحه من المستشار مرتضى بيقول لا، بيقول ان ابوه كان غضبان ومش عارف ايه ايا كان، واحنا مش هنبيعه لن نبيع، وان احمد مرتضى وامير مرتضى مش المجلس رافضين بيعه. وهو طب لو وافقتوا على بيعه هتبيعوه؟ ده سؤال برضه مهم جدا ان احنا نساله لبعض. لكن هقول لكم حاجه، احمد سيد زيزو وعمر جابر ودونجا ثلاثه ويمكن معاهم لاعب رابع انا مش متذكره، تخلفوا عن الموعد او تخلفوا عن الحضور مع الزمالك في الطياره بتاعته لما كانوا في السعوديه، ورجعوا مع الفنان احمد حلمي في طيارته، الطياره الخاصه اللي مؤجره ليه يعني، ورجع منها راحوا حضروا الايه في نفس المدينه، كان في المسرحيه بتاعت الفنان احمد حلمي بتعرض فراح حضروها وشفنا كلنا الصور بتاعه، ورجعوا معاه في الطياره قعد يومين. الكلام ان اليومين ده حصل فتح كلام مع نادي الشباب. خد بقى مني، نادي الشباب المدير الفني نادي الشباب ابلغ فريق الاسكواد اللي عنده اللي هم المحللين، نادي الشباب عنده مجموعه ناس بيعملوا تحليل للانديه واللعيبه، سواء في مجموعه مخصصه للجدد مخصصه للفرق، في يعني اللي انتوا عارفينه بيحصل في العالم كله ده يعني، ما عندناش احنا في مصر الكلام ده. بابلغ الفريق بتاعه بتاع المحللين انه يجيبوا له كل حاجه تخص هذا اللاعب. مين هذا اللاعب؟ احمد سيد مصطفى عبد العزيز زيزو. طلب وفر له كل شيء وعرض عليه ملف احمد سيد زيزو امتى؟ بعد الثلاث مباريات. في المباراه الثانيه هو اعجب بيه، في الثالثه قال لك قرر ان هو يتابعه ويشوفوه ويجيبوا له كل تفاصيله. خلال اليومين اللي قعدهم زيزو هل حصل تواصل مع نادي الشباب ومسؤولين في نادي الشباب؟ الله اعلم وحش. لكن زيزو رجع من السعوديه مقدم الايه؟ الطلب بتاع الايه؟ المستحقات. بالمناسبه كل اللعيبه واخدين فتره من الراحه الا احمد تقريبا قعد اسبوع ورجع يتدرب تاني. البعض يقول ان ده عشان لو انتقل للشباب يبقى جاهز. طب هو هينتقل للشباب؟ طب هو الشباب يعرض ايه؟ المعلومه اللي عندي ان الشباب هيبدا عرضه لنادي الزمالك ب 5 مليون جنيه، اسف 5 مليون دولار. العرض الاول الذي سوف يرسل الى نادي الزمالك سيكون ب 5 مليون دولار لشراء احمد زيزو. تمام؟ احمد زيزو هنا بقى من اللحظه دي الشراء هيتباع الزمالك وازيك هيبيعه ولا لا؟ هنعمل ايه بفلوس احمد زيزو؟ السؤال قبل ما تسال هتعمل ايه بفلوس احمد سيد مصطفى عبد العزيز زيزو اللي هي 5 6 7 مليون دولار، لازم تسال نفسك احنا عملنا ايه بال 3 مليون دولار بتوع امام عاشور؟ حد يجاوب. ال 3 مليون دولار اللي بتوع امام عاشور اتصرفوا في ايه؟ في يناير؟ لا هو ما جوش في يناير، دول جم في فبراير واول مارس، احنا بنتكلم في 5 شهور. ال 100 مليون جنيه اتصرفوا في ايه اذا كنا لا عرفنا ندفع فلوس شيكابالا ولا عرفنا ندفع فلوس تشيمبونج ولا عرفنا ندفع المستحقات اللي علينا في اتحاد الكوره ولا عرفنا ندفع المستحقات اللي علينا لكل الاتحادات؟ قال له ال 100 مليون اين ذهبوا؟ ومش بس كده، ده في مستحقات اللعيبه متاخره زي احمد زيزو 100 مليون وجهناهم فين؟ او اداره الزمالك وجهتهم فين؟ هتلاقيها اتصرفت، اتصرفت بقى على حمامات السباحة، اتصرفت على المقاعد، اتصرفت على رحلات الطيران، معسكرات الفرق، اتصرفت. محدش بيقول انها ما اتصرفتش، يمكن اتصرفت في اتجاه مش أولي. لا، هو الجزء الاجتماعي هو الجزء الأولي عند مجلس إدارة مرتضى منصور ومرتضى منصور شخصيًا. الأعضاء يبقوا مرتاحين عشان ينتخبوني طول الوقت في اللي يريح الجمهور. فتيجي تشوف في قناه الزمالك احدى السيدات المبجلات طالعه بتقول على ان المستشار مش موجود،
ان ده بيؤدي ان الحمامات بقتش نظيفه. هو رئيس نادي الزمالك وجوده هو اللي معناه الحمامات تبقى نظيفه ولا لا؟ يطلع تقرير زي ده في قناه الزمالك؟ ده اهانه لمنصب رئيس نادي الزمالك، اللي يطلع يقول اصل الرئيس ما بقاش موجود فالحمامات والنظافه ما بقتش موجوده. ده معناه مفيش ناس شغاله في النادي. اصل المستشار مرتضى مش بينزل ينظف بنفسه، ما خلينا عاقلين. اصله بيخوف المين؟ بيخوف مين؟ الموظفين. قال لا، طب انت مش جايب حد مجلس اداره بتقول عليه اقوى مجلس اداره؟ ما بيخوفش الموظفين يشتغلوا. فالفلوس بتاعت امام عاشور راحت فين؟ راحت بقى في الجزء الاجتماعي والمش عارف ايه، وما توجهتش في الاماكن الصح. هل انت بقى لو بعت اخونا احمد زيزو ب 10 مليون، وفي الاغلب الزمالك هيبيع اللاعب بكام الله اعلم، هتبيعه بقى والفلوس دي هتتوجه ازاي؟ الجمعيه العموميه هتبقى اقول لك 100 100، داخل لنا 300 400 مليون، عاوزين بقى نعمل مش عارف ايه، وهنا اصل ايه نواقص، اصل الحمامات فيها ايه، اصل الكلور في ايه، ونقعد ندفع الحاجات دي، اصل رحلات مرسى مطروح والاتوبيسات مرسى مطروح ومش عارف مين والحاجات دي كلها. هيبقوا مهتمين بده؟ مش مهتم خالص مين اللي يجي مكان زيزو. هو احنا كنا جبنا بديل امام عشان نجيب بديل زيزو؟ هو احنا كنا جبنا بديل مصطفى محمد عشان نجيب بديل زيزو؟ هو احنا كنا جبنا بديل بن شرقي عشان نجيب مصطفى بديل لعب زيزو؟ ال7 مليون يا سيدي ولا ال10 مليون دولار اللي ممكن يجوا لنادي الزمالك بامانه شديده، بامانه انت مطمئن لصرفهم ورايحين في الاماكن اللي انت عاوزها كجمهور، مش دعوه كمان ك اعضاء جمعيه عموميه، اعضاء جمعيه عموميه يحبوهم قوي، يحبوا ان يصرفوا في النادي، لكن 10 مليون دولار دول اللي ملوجهم او قول متوسط 7، هو عرضه 5 وزيك عاوز 10 بيوصلوا ل7 مثلا. طب هو زيزو هيتباع؟ انا وجهه نظري انه هيتباع. اصل انت من الحاجه الوحيده اللي هتعيش الزمالك هو بيع زيزو. اللي بقول لكم في البدايه ايه؟ زيك بيغرق القاع المحيط، الحاجه اللي ممكن تنجيه وتجيب له البالون كده وتصعده وتسحب الهواء كده وتطلع بيه بقى فوق سطح الميه ويدفع ديونه وهو يبيع زيزو. عشان كده زيزو هيتباع، وبالمناسبه زيزو هيتباع بمرتضى منصور وبغيره. بس انا بتكلم دلوقتي على التوجيه، الفلوس دي لازم تبقى التوجيه الصح عشان تفوق وتفوق من مشاكلك الماليه في الالعاب، زيك نادي الالعاب مش الكرامه والوطنيه بس، العاب رياضيه الاول، زيك نادي لعب بكوره قبل ما يبقى نادي الوطنيه والكرامه او الكرامه والوطنيه. والجزء الاجتماعي ده جزء يساعد في انك تنمي الكور الرياضه. ده اللي انا افهمه وده اللي انا اعرفه. الزمالك رايح الى فين؟ رايح الى بيع زيزو وان احمد مرتضى منصور يكون رئيس نادي الزمالك حتى ولو قائم بالاعمال. السلام عليكم.